الآن ننتقل إلى فيديو آخر لاقى أيضا انتشار واسع في الترند العراقي، قام بتصويره مواطن تحدث فيه عن الفرق بين جودة لوحات السيارات التي تحمل رقم أربيل وأخرى تحمل رقم بغداد. لنشاهد. شلونكم شخباركم؟ هذا رقم أربيل الدولي وهذا رقم بغداد الدولي، رحمة الله جديد. اي جديد الدولي، شوف صبغة شلون متآكل ومشلع، حسه قبل كم يوم صادر هذا الرقم، وشوفوا لي هذا يشتغل خط، هذا وهذا يشتغل خط، شلون بارز وشلون واضح ومستحيل يروح لونه، لو مو سوي بطش بأي شيء مستحيل يروح. وهذا شوف هاي السيارة الثانية، هم رقمها مشلع، وأنا هستوى رقمت وطلعت هم بغداد، وبعد يومين ثلاثة يشلع.